الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني يؤكدان أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. رئيس الوزراء يشهد اليوم بدء العمل بمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا حال هجومها على أكراد سوريا، وأردوغان يتحدى التهديدات الأمريكية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة على شاشة النيل، نبدأها بعد الفاصل. تفاصيل النشر، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه في العاصمة الأردنية عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أكد على أهمية العمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. بهدف دعم العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقبال سيادته جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وكبار المسؤولين الأردنيين لتجرى مراسم الاستقبال الرسمي.
وبقصر بسمان عقدت قمة ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين بحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله. شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي جمعت البلدين على مدار عقود والعمل على دفعها على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة وفي مجال تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن. المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، ليؤكد الزعيمان أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. قضية مكافحة الإرهاب كانت حاضرة أيضا خلال مباحثات القمة المصرية الأردنية، التي أكدت على ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء عليها. واستعرض الزعيمان خلال مباحثاتهما الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وأكدت القمة على ضرورة توفير الحل السياسي السلمي لهذه الأزمات ودعم كافة الجهود الساعية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية في هذه الدول. وقد اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين للتصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وعقب انتهاء المباحثات اصطحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السيد الرئيس إلى مطار مركا العسكري، حيث كان في مقدمة مودعيه. قمة مصرية أردنية جاءت في إطار سعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بينهما على كافة الأصعدة، فضلا عن تفعيل آليات العمل العربي المشترك لحلحلة الأزمات الملتهبة بالمنطقة والتي تضمن وضع حد للتدخلات الإقليمية والدولية. قمة اكتسبت أهمية خاصة بالنظر إلى توقيت انعقادها الذي يسبق انعقاد القمة العربية في مارس المقبل، وبالنظر أيضا إلى الملفات التي طرحت خلالها بين الرئيس السيسي والملك الأردني الملك عبد الله الثاني. من القصر الملكي بالعاصمة الأردنية عمان على رشوان النيل. وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد بدء العمل بمنطقة النهر الأخضر. يعد النهر الأخضر هو أطول محور أخضر بالعالم، حيث يبلغ طوله 35 كيلومترا، والمرحلة الأولى منه تبلغ 10 كيلومترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليار جنيه. يربط النهر جميع أحياء المدينة الجديدة، ويتم تنفيذه محاكاة لنهر النيل الذي يجري بوسط القاهرة. وتمتلك وزارة الإسكان الأراضي المحيطة بالنهر لاستثمارها وتوفير التمويل اللازم للمشروع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة مراسل النيل هشام حامد. هشام، ضعنا في الصورة وجولة رئيس الوزراء لبداية مشروع النهر الأخضر.
نعم، يعني منذ دقائق دشنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدء العمل في النهر الأخضر، وذلك بعد أسبوع على افتتاح كنيسة ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا النهر الأخضر يمتد بطول 35 كيلومتر على مساحة 94 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، ويربط جميع المدن والأحياء والجامعات في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا النهر الأخضر أيضا تعمل به نحو 7 شركات مقاولات، ومتوقع أن ينتهي تنفيذ مشروع النهر الأخضر خلال عام ونصف العام. رئيس الوزراء بعد قليل سيقوم بتفقد أيضا منطقة الأعمال المركزية والأبراج التي تنفذها إحدى الشركات الصينية، وأيضا سيتفقد حي جاردن سيتي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. نعم هشام، بطبع سنوالي متابعتنا الإخبارية معك وجولة رئيس الوزراء هشام حامد مراسل النيل، كنت معي من العاصمة الإدارية الجديدة، شكرا لك. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد أمس افتتاح المؤتمر الثالث للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث رجح في كلماته أن يكون عام 2019 بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي. تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، واعتبار القطاع الخاص الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، أبرز النقاط التي جاءت في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017-2018 مقارنة ب 4.2% بالعام السابق له، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 في مستوى قياسي، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% في الربع الثالث من العام 2018. رئيس الوزراء أكد أن عام 2019 سيكون المحطة الأخيرة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على تنفيذ إصلاحات مالية بهدف خفض الدين العام مع التركيز على كبح التضخم. السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث على أهمية الاستثمار والاستثمار من قبل القطاع الخاص أيضا على مستوى الاقتصاد وتأثير هذا على معدلات النمو الاقتصادي. رأينا نائب محافظ البنك المركزي بتتحدث على أهمية الاستقرار المالي، رأينا وزيرة الاستثمار تتحدث على أهمية الاستثمار أيضا والخطط المفعلة من قبل الوزارة. ده من جانب، وبيستمر المؤتمر يومين كاملين بيستعرض في الشركات المقيدة، بتستعرض خططها التوسعية، بتستعرض قوائمها المالية، بتستعرض أدائها المالي أمام المستثمرين. ويناقش مؤتمر الاستثمار الثالث على مدار 3 أيام كيفية وضع استراتيجية للاستثمار لتحقيق أعلى عوائد ممكنة وتجنب مخاطر تقلبات أسواق المال. هشام حامد، النيل. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى نيويورك للمشاركة في مراسم تسليم رئاسة مجموعة 77 والصين من مصر إلى فلسطين، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسة الجمعية العامة ماريا إسبونزا وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يلقي شكري الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجموعة والمقرر عقده غدا الثلاثاء بمقر منظمة الأمم المتحدة. أشار حافظ إلى أن وزير الخارجية سيعقد لقاءات ثنائية هامة مع عدد من كبار مسؤولي المنظمة الدولية أثناء زيارته إلى نيويورك. قررت السلطات المصرية ترحيل الداعشي الألماني من أصل مصري عيسى محمد عبد الغني إبراهيم الصباغ، الذي تم ضبطه منذ بضعة أيام حال وصوله إلى البلاد قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي. وقالت السلطات المصرية إنه بفحص موقف عيسى الصباغ تبين قناعته بفكر تنظيم داعش الإرهابي بألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره، وهناك قدموه إلى مصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء.
تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة. كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة أمس بأكثر من ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارا من 1 صباح غد الثلاثاء الموافق 15 يناير الجاري. قراءتكم على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 يتفضل بالوقوف. موافقة مجلس النواب بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر تبدأ من 1 صباح الثلاثاء القادم جاءت عن قناعة من النواب بضرورة إحقاق الأمن في ربوع البلاد ومجابهة الإرهاب. بعد ذلك أعاد المجلس المدولة على بعض مواد قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق عليه المجلس قبل 2 أسبوع. وجوهر النقاش كان للتأكيد على استقلالية هذا المجلس ودعم دور ذوي الإعاقة في رئاسة إدارته. أن يكون رئيس المجلس من ذوي الإعاقة. النص بهذه الحالة يلقي بظلال من الشك على دستوريته. والنص صراحة بأن يكون من ذوي الإعاقة تتجاوز حدود التمييز الإيجابي. وانتقل المجلس لمواصلة النقاش حول مواد قانون تشغيل المحال العامة الصناعية والتجارية والمواد من 23 وحتى 38. يذكر أن مجمل مواد هذا المشروع بقانون 68 مادة. مواد اليوم خاصة بشروط الترخيص وآليات نقل الرخصة إلى الورثة وكيفية إدارة المحال وتحديد ما يقدمه من خدمات لرواده ووجوبية الغلق ووقف الترخيص ولمدة عند مخالفة الضوابط البيئية والمجتمعية. أنا مش عارف ليه هحط رسوم في التنازل ده، لا أنا بقدم خدمة جديدة ولا بعمل أي شيء، والراجل ده سدد كل الفلوس الخاصة بنشاطه وبكل ما هو يطلب منه أثناء صدور الترخيص. الأكشاك الخشبية والأكشاك اللي بتعملها وزارة الإنتاج الحربي لتشغيل الشباب بتخضع لنفس الشروط، هل في الحالة دي هننفذ عليها؟ إحنا عاملين لهم الفرص دي عشان يشتغلوا ويعرفوا يشيلوا نفسهم. قانون إدارة وتشغيل المحال التجارية جاء بضوابط حاكمة تقنن بل وتنظم عمل هذه المحال شكلا ومضمونا بما لا يجعلها عبئا على البيئة الموجودة بها، وتساهم في إضافة مالية إلى الخزانة العامة من خلال رسوم التراخيص بمراحلها. وعلى مستوى عمل اللجان، فلجنة الصناعة برئاسة النائب محمد فرج عامر تستعرض طلبات إحاطة حول عدم تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء المطالبة باعتماد نظم العمل لمفتش الأغذية وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بما يضمن النهوض بمستوى سلامة الغذاء ودعم خطط الرقابة لسلامته وصلاحياته للاستهلاك الأدمي. هيئة سلامة الغذاء هي الطريق الآمن للحفاظ على صحة المصريين وعلى صحة الغذاء المتناول في الأسواق. أما لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائب عمرو صدقي تواصل مناقشتها لمشروع قانون خاص بتنظيم السياحة الصحية. رأفة الفقي، التلفزيون المصري. وفي القاهرة أيضا أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة أن العام الجاري 2019 سيكون عام مقدمي الرعاية الصحية. تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب العاملين في القطاع الصحي وتشكيل لجنة لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية في تدريب وتأهيل الأطباء مع إنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم الطبي المستمر. توصيات مهمة خرج بها المجلس الأعلى للصحة في اجتماعه الأول. التوصيات اللي احنا خرجنا بها النهاردة، أول حاجة تأكيد على إعلان 2019 عام مقدم الرعاية الصحية. هنتيح لكل الأطباء العاملين في وزارة الصحة ابتداء من طبيب مقيم لغاية أخصائي سنويا فرصة تدريب شهر خارج مصر يتعرف على ما وصل إليه العلم، يقف ويتعقم ويشتغل ويشوف الناس في المستشفيات في أوروبا وأمريكا واليابان بيعملوا إيه، والدولة هي اللي هتكفلها. الحاجة الثانية من تعليمات سيادة الرئيس أن وزارة الصحة ستتكفل بمصروفات حضور المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية اللي بالكريدت أورز اللي هتتيح لولادنا في وزارة الصحة الترخيص. الاهتمام الكبير جدا بالتدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء بحيث نضمن كوادر طبية تساهم في علاج وتشخيص الأمراض، فكان التركيز الكامل على وضع برامج
واستراتيجيات قومية مهمة جدا لتعليم وتدريب الأطباء بصفة مستمرة لضمان جودة تقديم الخدمة الصحية. كما استعرض المجلس الأعلى للصحة موضوعات مهمة، منها تعديل منظومة القوانين الصحية لتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وضرورة الانتهاء من قانوني جهاز الصحة والدواء مع توفير الأجواء المناخية لتطوير المنظومة الصحية في مصر. سوف يتم تقديم مشروع لتقديمه كقانون للمجلس الأعلى للدواء أو هيئة الدواء المصرية، وهذه الهيئة هي هتبقى المنظم في سوق الدواء في مصر إن شاء الله. المقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية الذي يشمل تحت عباءته كل متخصصي الفريق الصحي أو كل أعضاء الفريق الصحي، يؤمن لهم المسار الوظيفي ويؤمن لهم أيضا المسار التعليمي والتدريبي والمهاري. دعوة المجلس الأعلى للصحة بضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري باعتباره المحور الأساسي في المنظومة الصحية خطوة مهمة ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. محمد حلمي، النيل. بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض ضمن جولة شرق أوسطية يزور فيها 9 دول عربية. كان في استقبال بومبيو في المطار وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، كيف تقرأ هذه الزيارة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكية؟ يعني خلينا أقول لك هي الزيارة الأهم ربما لوزير الخارجية الأمريكية في هذا التوقيت بالذات في ظل حالة التجاذبات الإقليمية والدولية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية صراحة أو ضمنا من داخل الساحة السورية. الزيارة للمملكة العربية السعودية متصور برأي كثير جدا من المراقبين هي الزيارة ربما الأهم للولايات المتحدة الأمريكية. المملكة العربية السعودية هي ركيزة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك ثلث النفط الأوبك وهي المتحكم تقريبا الأكبر في سوق النفط العالمي، تمتلك من الرصيد المال ما تجعل الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بعلاقة استراتيجية مهمة جدا مع المملكة العربية السعودية. هي زيارة مهمة، قضايا منطقة الشرق الأوسط على طاولة المباحثات، ربما قضية خاشوجي والجدل الكبير الدائر بشأنها على نطاق الدولي والضغوط اللي بتمارس من الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة حيثيات هذه القضية ربما تكون على نطاق هذه المباحثات، بجانب القضايا اللي احنا كلنا عارفينها زي سوريا زي ليبيا زي اليمن القضية الفلسطينية وغيره من هذه القضايا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أعلنت تركيا أنها ستواصل مكافحة المقاتلين الأكراد في سوريا بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان ترامب قد هدد بتدمير اقتصاد تركيا في حال شنت هجوما ضد الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، داعيا في الوقت نفسه الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة. وفي مدينة القامشلي الواقعة شمال سوريا، وجه مواطنون انتقادات لقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا. الأمريكا ما متفاجأ بمواقفها، طول تاريخ حياتها عم تخون حلفائها. من يعتمد على أمريكا هو إنسان ما يفهم شيء، لازم نعرف بالتاريخ كله خانت حلفائها واليوم عم تخون. دائما هاي مصلحتها، مصلحتها بس تقضى بالملقط يكب صاحبه. فانسحاب امريكا، نتامل اذا انسحبت امريكا من بلادنا، بلادنا تصير تعم الخير والسلام في بلادنا. هي سبب الشر في بلادنا. اي خطا شوي لانه بدي يصير مشاكل. بعد ما انسحب يصير مشاكل. اولا تركيا بان. تركيا يجي يتدخل بسوريا. واحنا شهادة ما نقبل. القادة الأمريكان كانوا صريحين وواضحين جدا في قراراتهم أنه لن يتم انسحاب إلا بعد إنجاز كل هذه المهام، وخصوصا في مسألة حماية مناطق شمال شرق سوريا والمفاوضات اللي تمت أو الحديث اللي تم بين بولتون والإدارة التركية أنه
لن يتم انسحاب إلا بعد ضمان أمان هذه المنطقة. عمليا واقعا أعلن الجيش الإيراني مسرع 15 شخصا من أصل 16 جراء تحطم طائرة شحن من طراز بوينغ 707 تابعة للجيش قرب مدينة كارغيل الإيرانية. أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية أنها ليس لديها معلومات واضحة عن تفاصيل الحادث. أتلفت البحرية اليمنية عددا من الأغام التي زرعها ميليشيا الحوثي في طريق الملاحة الدولية في عرض البحر الأحمر. وقالت مصادر عسكرية يمنية أن الألغام البحرية التي عثر عليها حديثة الصنع ومزودة بسواعق مغناطيسية تعمل على جذب وملاحقة الأجسام الحديدية. من جهة أخرى، تجددت أمس الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة شمال غربي البلاد. من جديد اندلعت اشتباكات بين الجيش الوطني اليمني من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في محيط جامعة الحديدة ومحيط المطار. وتواصل ميليشيات الحوثي إرسال تعزيزات عسكرية واستخدام مسلحين جدد إلى منطقة السويق والجبلية جنوب مديرية التحيتة. كما أجبرت الميليشيا الإنقلابية أهالي قرية شليلة بمديرية حردب بمحافظة حجة شمال غرب اليمن على النزوح من منازلهم بعد مقتل وإصابة عدد من المدنيين بقصف مدفعي شنته الميليشيا في مديرية حرام بالمحافظة. وقال الجيش اليمني إن قائد لواء القوات الخاصة المرابط في حرد وجه بإجلاء السكان إلى مناطق آمنة، حيث قامت الأطقم العسكرية بنقل الأهالي ووفرت لهم الاحتياجات الضرورية. وكان الحوثيون قد قصفوا سوقا شعبية في مديرية حيران المحاذية لحرد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرح أغلبهم من النساء والأطفال. في غضون ذلك توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني اللواء محمد صالح طماح متأثرا بجراحي بعد إصابته في هجوم شنته ميليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد. ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني يؤكدان أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. رئيس الوزراء يشهد اليوم بدء العمل بمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا حال هجومها على أكراد سوريا، وأردوغان يتحدى التهديدات الأمريكية. نهاية النشرة، تفاصيل أكثر على نايل دوت إي جي بعد قليل، قراءة في الصحف المختلفة. إلى اللقاء.